في كل يوم تتخطى المرأة العربية حواجز وعوائق فرضت عليها، وفي كل مرة تثبت قدراتها على خوض أصعب التجارب وأقساها. وكل ذلك تجسد اليوم ونحن نشاهد المرأة العربية تشارك كمصارعة في أكبر بطولة قارية للعبة. فترة تدريبنا في المصارع ما يقارب هي 8 شهور، فوتها عن طريق مدربي وبلشت في تمارين كانت عادية جدا، بعدين تعمقت فيها أكثر وحبيتها أكثر، والحمد لله يعني بفترة 8 شهور قدرنا نصارع دول كتير قوية، منهم كوريا منهم الهند، والحمد لله وقفنا على حالنا، وهذا إشي كتير إنجاز بالنسبة لنا. أنا متأكد من حاجة، أقرب ناس للميدالية الأولمبية هم المصارعات قبل المصارعين، فهمني؟ ولهذا احنا باش نشتغل على المصارعة النسائية أكثر شيء في دولنا العربية إن شاء الله، ونحب احنا معناها نهني معناها الدولتين المستحثين اللي هي الأردن والسعودية في المصارعة النسائية، وعنا إيمان راسخ أنه باش يكونوا أبطال من السعودية ومن الأردن ومن كل دولنا العربية في المصارعة النسائية إن شاء الله. منتخبات نسوية عربية وصلت للعالمية وحققت أفضل الإنجازات، ومنتخبات مستحدثة جديدة في السعودية والأردن كسرت كل الحواجز التي كانت تقف بين المرأة والبساط ومنصات التتويج. تم إنشاء والبداية في الفئات السنية من تحت 10 سنوات وتحت 12 سنة في الاتحاد السعودي للمصارعة لفئة السيدات، وهذا أول موسم 22-23، والحمد لله كان نجاح كبير في إقام أول بطولة نسائية للمصارعة الحرة والرومانية. تم إقامتها مدينة الرياض على مدى 3 أيام، كانت مفعمة بالحماس وحضور الجمهور والعائلات، والكل مؤمن أنه مصارعة السيدات احنا كأردن في لنا فرصة فيها، وان شاء الله خلال السنتين القادمات احنا بنكون على منصات التتويج. بكل عزيمة وقوة ينافسن مصارعات وبطلات عربيات ليرفعن أعلام بلادهن وأناشيدها الوطنية في أكبر المحافل الرياضية، فكل الفخر بهن ولهن. ألاء المجالي، MBC